بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. إن الذين كفروا من أهل الكتاب في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تباؤهم إن ربهم جنات عدن تجري عنها خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورد عنه ذلك لمن خشى ربه. الله أكبر. That was a very beautiful recitation. Thank you very much. Back to you.